الحدث مع أحمد القماطي. إحاطة المبعوث الأممي غسان سلامة أمام مجلس الأمن بدأت تتفاعل. حكومة الوفاق تندد بل وتهدد بملاحقته قانونيا وهو المحصن أمميا، فهل يخال بيدق الميليشيات المطلوبة دوليا نفسه قادر؟ مجرد تساؤل. تحرك السراج جاء بعد إحاطة قال الكثير من المتابعين عنها أنها أصابت في كثير من المحطات كبد الحقيقة، وضعت إصبعها على سبب المشاكل. فالأمم المتحدة يبدو أنها ضاقت ذرعا ليتحدث سلامة بهذه القوة والصراحة، ويطلب حكومة الوفاق بأن تعزل نفسها عن الإرهابيين في صفوفها، جملة ألهبت الرئاسية وأغضبت جناح الإخوان المقاتل. سلام أيضا نصف البرلمان الموازي لا نحبذ وجوده، قال كما طالب المبعوث الأممي بإطلاق سراح المهاجرين غير القانونيين، وحمل الميليشيات مسؤولية قتل بعضهم بالرصاص في حادثة مركز احتجاز تاجورة، تلك الجريمة الشهيرة التي أراد الإخوان وحشدهم الميليشياوي تعليقها على مجرب القوات المسلحة، ظنا منهم أن الأقمار الصناعية لم تخترع بعد، أو ربما اختراعها كان كذبة ككذبة وصول نيل أرمسترونغ ورفاقه إلى القمر، يقول إخواني متحذلق مشكك ومتحامل. هؤلاء يظنون أنهم قادرون على استغلال الليبيين واستغفالهم تحت تأثير التخاتل. الإخوان الآن غاضبون من سلامة ومستاؤون من إحاطته الجريئة، لكن سلامة الذكي قرر أن يخرج على إحدى القنوات الفضائية الإخوانية، فهل هي محاولة لامتصاص غضب الإرهابيين أم أن الرجل سيعيد على مسامعهم حزم كلامه الفاصل؟ معاصرة الحديث مفادها أن الأرض تضيق بما رحبت على الإرهابيين بعد تقدم الجيش، كما بدت أن ورقة التوت التي كانت تغطي السراج ورفاقه سقطت لتزيد من حجم الضغوط عليه. معلومات تتحدث أن عددا من الميليشيات وقادتها يحضرون للانقلاب عليه بوصفه خائن أو بشبهة التخاذل. المثال الأسوأ للهجمات العشوائية كانت الضربة الجوية التي ضربت مركز اعتقال أو احتجاز المهاجرين في التاجورة في 2 يوليو تموز، بما أسفر عن مقتل 53 شخصا وجرح 87 في ذلك أطفال. الأكثر سوءا هو أن الإحداثيات الدقيقة لمركز التاجورة وغيرها من المراكز قدمتها الأمم المتحدة إلى الأطراف حتى تتجنب مثل تلك الأحداث في مايو، وتعزى معظم حالات القتل إلى الضربات الجوية، وعدد من الضحايا قتلوا من قبل الحراس الذين كانوا يمنعونهم من الهرب. والأسوأ من ذلك بعد جهود الأمم المتحدة لنقل المهاجرين إلى مناطق آمنة، السلطات الليبية عادت إيداع 200 مهاجر إلى المركز. والسيد الرئيس، هذه المأساة تسببت في مقتل 150 مهاجرا، وأشير مع القلق إلى زيادة وتيرة الهجمات على مطار ميتيغا والذي يمثل المطار الوحيد العامل في منطقة طرابلس الكبرى. الكثير من هذه الهجمات كانت قريبة من ضرب الطائرات المدنية التي بها المسافرون، وللأسف مع القصف المتكرر قد لا نكون محظوظين. وأدعو السلطات في طرابلس إلى وقف استخدام المطار لأغراض عسكرية. الحدث، أهلا بكم مشاهدينا، أرحب بضيوفي في هذه الحلقة هنا في الاستوديو، المحامي والناشط الحقوقي الأستاذ عصام التاجوري. أرحب أيضا بالأكاديمي والمهتم بالشأن العام دكتور عاطف الحسية، كما أرحب بالمحلل السياسي الأستاذ رضوان الفيتوري والكاتب الصحفي الأستاذ فوزي الحداد. أبدأ بداية مع ضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ عصام التاجوري. أستاذ عصام أهلا بك. تحية لكم متابعينا الكرام وضيوفك إن شاء الله. بصورة عامة أستاذ عصام، كيف تابعت إحاطة المبعوث الأممي غسان سلامة أمام مجلس الأمن؟ يعني لا يمكن أن أولا نعيد التكرير، تحية للناس المتابعين. أعتقد بأن لا يمكن استئصال أو استقطاع هذه الإحاطة بما سبقها من إحاطات
قدمها السيد غسان سلامة في قراءته للمشهد الليبي، وأيضا جهود التي يبذلها لإدارة الأزمة في ليبيا. جل الإحاطات بعد وضعها بشكل تراتبي في سياقها منذ توليه مهامه أعطت المؤشرات، ويعد هذه الإحاطة في باكورة المواقف التي أصبحت أكثر وضوحا وتبلورا بالنسبة للبعثة والمجلس الأمن تحديدا، باعتبار أنه يمثل إرادة المجتمع الدولي ورؤيته في الساحة الليبية. فيبدو أن التقارير أصبحت أكثر دقة، يبدو أن هناك تواصل من المؤسسة العسكرية والسلطات وبعض المجتهدين في الشأن العام الليبي لإيصال الحقائق للبعثة والوكالات التابعة لها بشكل أكثر تطورا ونضوجا. فبالتالي خرجت هذه الإحاطة بهذه الصورة التي يعني أغضبت عصبة ما يعرف بالتيار اللا إسلام السياسي، وشنوا غضبهم على السيد غسان سلامة واتهموه بأنه كان متحاملا وأنه لم يقل الحقيقة. لاحظنا ما يلفتني حقيقة في هذه الحلقة، يعني أنوه عليه، تراجع توصيف أو التأكيد على ما يعرف بأن حكومة الوفاق كطرف أو ممثل الدولة الليبية لم ترد هذا المصطلح لا في حاطة السيد غسان سلامة ولا في بيان الصادر عن مجلس الأمن بعقب هذه الجلسة. وهذا الأمر هو أيضا سأرجعه لأنه مهم جدا للبيانات السابقة لمجلس الأمن التي وأخص بها بالذكر والتحديد، وهذا الأمر منشور، فكل من يسمع منها كلمة دائما يطالبه أن يرجع، لأن نحن نظل القارئين ومتابعين المشهد، فبالتالي عشان يتأكد من معلوماتنا صدقية ما نقوله يرجع إلى الإنترنت عبر موقع أو أي محرك بحث كموقع جوجل ويتأكد مما سنقوله. أبرز ما جاء في هذا البيان هو معاكس أو مغاير تماما أو نتيجة حتمية لما جاء في بيان الصادر من مجلس الأمن بتاريخ 3 مارس 2016. لو رجعتم إلى البيان الصادر من مجلس الأمن بتاريخ 3 مارس 2016 ستجدون بأن ذلك البيان شدد على نقاط محددة في على لدعمهم للحكومة أو ما يعرف بحكومة الوفاق الوطني، إلا أن هذه الحكومة أثبتت للعالم ومن شرعنها بوفق قرار 2259 واعتبرها البوابة الخارجية أو السلطة التي يتحدث منها الخارج مع الليبيين، ولكنها لا تملك سلطة، ويعيون جيدا منذ توليتها بأنها لا تمثل سلطة حقيقية ولا تمثل السيادة على الدولة الليبية. بالتالي في ذلك البيان حثوها على العديد من النقاط، وكان أبرزها التأكيد على سرعة وضرورة الاهتمام بتنفيذ الترتيبات الأمنية وإخفاق هذه الحكومة في تنفيذ هذه الخطوة التي تعد من خطوة رئيسية لبناء الثقة في هذه الحكومة، هو نتيجة حتمية لهذا البيان وما نحن الآن عليه الآن. ويبرر وليس يبرر وليس محتاجين تبرير، دعونا نكون توصيفنا ويؤكد على شرعية ذهاب المؤسسة العسكرية في إتمام مهمتها في استعادة التراب الليبي من هذه المجموعات التي تسير هذه الحكومة. أستاذ عصام لو سمحت لي، هل لك أن تحدد النقاط التي ربما تكون أثارت حفيظة الإخوان المسلمين، أغضبت هذا التيار الذي أسميته باللا إسلام سياسي؟ نعم، هم عدة نقاط، يعني كان أبرزها كما هم يرون بأن عدم، يعني هم مثلا حوروا بيان إحاطة الدكتور غسان سلامة بأنهم قالوا مثلا التوصيف الذي يستهونه الحرب على طرابلس. فعندما ترجع للإحاطة لن تجد هذا المصطلح موجود، هو تحدث على الحرب في طرابلس، وهو فرق كبير، فرق صحيح كبير جدا. الرجل كان متوازن لأنه يعي جيدا، أصبح لديه قناعة معينة كما استطرد في باقي، يعني زي ما نقوله جاء على بيت القصيد وقال تحديدا على هذه الحكومة أن تثبت قدراتها على فك الارتباط بجماعات المتطرفة التي بين صفوفها. بالتالي هو يرى بأن هذه الحرب كانت واجبة ولازمة للتخلص من بقايا الجماعات الإرهابية التي نص البيان رقم الصادر في شهر 3 في 2016 وأكد على حكومة الوفاق عليها تحديدا مواجهة وفك الارتباط وتحييد جماعات المتطرفة، وسماها تحديدا مع المرتبطة بتنظيم داعش وأيضا المرتبطة بتنظيم القاعدة، وضع خطا تحت المرتبطة بتنظيم القاعدة اللي هن الأبرز وجود الآن في تشكيلات المجموعات المسلحة التي الآن تواجه الجيش في مسيرته في استعادة الوطن على تخوم جنوب، على تخوم جنوب طرابلس، وأيضا بالمناطق التي دخلتها القوات المسلحة داخل مدينة طرابلس تحديدا، وهو أمر أيضا يحتاج إلى توصيف، لأني أسمع دائما الحرب في على طرابلس أو حرب
على مصطلح دقيق يقولوا على محيط طرابلس او على حدود طرابلس في الوقت الذي نعى جيدا بان عنزارة وين موجوده، طريق المطار اي موجود، هي في طرابلس. فبالتالي هذه المجموعات المتطرفة، هذا البيان جاء في كلمته تحديدا ان هذه الحكومة اشركت هذه المجموعات، رغم ان مجلس الامن الذي كان يدعمك حكومة الوفاق ويقول لك انت تمثلينا وتمثل ارادتك، الان يخجل منك واصبح يجاهر علنا بانك حكومة، بالعكس انت مترستي هذه الميليشيات وانت تتعاونين معها. استاذ عصام، اذا ضمن ابرز ما لفت نظرك في هذه الإحاطة وتعتقد ان النقطة الرئيسية التي ادت الى غضب تيار الاسلام السياسي او الاخوان المسلمين تحديدا هي مطالبة السيد غسان سلامة حكومة الوفاق بضرورة ان تعزل نفسها عن الارهابيين المقاتلين في صفوفها، وهو اقرار للسيد غسان سلامة بوجود هذه الجماعات المتطرفة. ثانيا النقطة وهي الابرز بالنسبة لي، انتهى ما يعرف بشرعية حكومة الوفاق، لم يرد تأكيد لا في البيان ولم يرد تأكيد في كلمة السيد غسان سلامة بأن هذه الحكومة هي التي تمثل الليبيين، وهم يدعون بشكل ولو كان على مضض على المضي قدما في خروج بمحل لهذا الوضع الراهن، بعيدا عن شرعية 22-59 التي منحت الوقت الكافي وأخجلت الدول الداعمة لهذا المجلس ولهذا الاتفاق والاتفاق الصخيرات أمام دافع الضرائب بأنها فشلوا في خلق حل، وهؤلاء الناس زي ما نقولوا عروا هذه الحكومات وضعوهم في مأزق بأنهم شلة من العصبة التي حاولت انتهاز والوصول للسلطة، وكلنا نرى النتائج الآن. فقط البرامج الناجحة التي حققتها هذه الحكومة هي تلك التي تمت عبر آليات الأمم المتحدة وتحديدا البرنامج الاقتصادي، غير ذلك من نشاطات أو برامج لم تقدم هذه الحكومة. وأيضا البرنامج الاقتصادي لم يكتمل، لم تطبق فيه إلا جزئية واحدة فقط. لكن اسمح لي أن أرحب بالدكتور عاطف الحسية الأكاديمي والمهتم بالشأن العام. دكتور، حدثني عن أبرز ما لفت نظرك في إحاطة المبعوث الأممي غسان سلامة الأخيرة، وهل تعتقد أنها كانت مختلفة عن إحاطاته السابقة؟ بعد مساء الخير لك سيد أحمد والسادة المشاهدين والضيوف الكرام. أعتقد بأن المحطات الأبرز في الإحاطة، أولا التركيز الواضح والصريح في أكثر من 10% من وقت أمضاه السيد سلامة، وبدايته كانت استهلاله على الأضرار الجانبية للحرب، وركز على الأضرار الجانبية في الفئات المستضعفة وخاصة وهي مسألة المهاجرين، وسرد حقائق على الجريمة التي ارتكبتها هذه الميليشيات في حق هؤلاء المهاجرين في معسكر احتجاز تجورة. وأيضا أضفى شيء جديد على هؤلاء المهاجرين بأنهم محتجزين يعني على غير رغبتهم وغير يعني وبعدم التنسيق مع الأمم المتحدة، بدليل بأن الأمم المتحدة أعطت في أكثر مناسبة إحداثيات هذا الموقع وحاولت مرارا وتكرارا إجلاء هؤلاء من هذه المواقع. النقطة الأبرز الأخرى بأن الملامح، هناك ملامح حقيقية في ذكر حقائق أمام مجلس الأمن وخاصة الأعضاء الدائمين لمجلس الأمن بأن الانتهاكات في حقوق الإنسان وخاصة في غريان هي حقيقة على الواقع، وربما هو بداية لتقديم تقرير خبراء الأمم المتحدة في هذه الجريمة بالتحديد. أيضا هناك نقطة بارزة أخرى وهي مسألة تسليح هذه الميليشيات عبر دول بعينها. أنا أتوقع بأن تقرير خبراء الأمم المتحدة في المستقبل القريب سيسرد هذه الاختراقات بشكل محدد وصريح، وخاصة بأن السيد غسان سلامة بالتأكيد محاط بهذه التحقيقات وغيرها. المسألة الأخرى هي استخدام المنشآت المدنية وخاصة مطار معيتيقا في الأغراض العسكرية، والتي بدورها تجرم من السلطات، وهنا زي ما تفضل الأستاذ عصام بأن لم يعطي لهذه الحكومة إلا لقب واحد وهو بارز، وهو السلطات في طرابلس. فالسلطات في طرابلس لم يقل على الإطلاق بطريقة شرعية الأمم المتحدة و 22-59 والمسألة هذه. فأعتقد بأنه خفف من هذه، ربما أيقن الآن وأصبح لدى سيد سلامة يقينا بأن الأمم المتحدة ومجلس الأمن سئموا من تكرار هذه المسألة ويريدوا نتائج عملية في محاولة أولا تقرير الأضرار البشرية، وثانيا في حسم الأمر والدخول إلى مرحلة مهمة وهي مرحلة الأمن والاستقرار وخاصة في طرابلس. المسألة الأخرى لم يركز على الشرعية على الإطلاق، بل استخدم كلمة الشرعية في موقع غريب شوية، وهو بأن قال بأن هناك عناصر إرهابية وعناصر خارجة عن القانون وعناصر إجرامية أضفت عليها الشرعية. وهنا الشرعية لم يقصد بها على الإطلاق شرعية المجتمع الدولي،
هو بالعكس حط المجتمع الدولي أمام مسؤوليته بأن أنتم اللي عطيتوه للشرعية الدولية، الآن يقاتل في صفوفه هؤلاء الناس وهؤلاء وهذه العناصر التي ثبت مرارا وتكرارا تورطها أو إما في الإرهاب، إما في العمل الميليشياوي، أو الأهم لدى الأمم المتحدة وهو المعرقل للعملية الأمنية والمعرقل لحزم مسألة انتشار السلاح في طرابلس. النقطة اللي استاء منها المجموعة اللي لا تريد هذه هو أولا بأن واضح بأنه أخذ صاوة ما بين الجانبين، من ناحية شنو؟ من الناحية الشرعية ومن ناحية من يسيطر. أول سوا بينهم بأنه قال بأن هذا الجيش الوطني الليبي، وأحيانا يستخدم في مصطلح القيادة العامة بي 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 يعني بقوات القيادة العامة أو بقوات حفتر أو غيرها، وهذا أيضا مرارا وتكرارا يثير حفيظة هؤلاء الناس، لأنه يعطيه أكثر ويبرز أكثر أمام المجتمع الدولي بأنه هو قوة على الأرض حقيقية، حتى ولو اعتبر من بعض الأطراف بأنه قوة غير شرعية، ولكن قوة تملك زمام الأمور في أكثر من 70 أو 75% من 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 جغرافية البلاد. وبالتالي هنا يستاء كثيرا من ذكر الجيش الوطني الليبي ومن ذكر القيادة العامة في مشهد زي مشهد الأمم المتحدة وخاصة مجلس الأمن. أنا أرى بأن الإحاطة ربما استفاقة للسيد سلامة، بأن المجتمع الدولي لم يعد ينظر إلى خطة السيد سلامة نفسه، الخطة اللي عرضها عليهم وهو قصة المؤتمر غدامس وغيره وغيره، فلم يعد حتى نساها، يعني حتى لم يذكرها حتى في الإحاطة قبل 4/4. يعني غسان سلامة تموضع رسميا، وهو بأنه هو من سيحمي المدنيين والمتضررين من هذه الحرب في طرابلس، وذلك كما أنيط به في وظيفته من الأمم المتحدة. أنت أطلقت وصف استفاقة على إحاطة غسان سلامة الأخيرة، هل تعتقد أن هذه الاستفاقة ستستمر أم أنها ربما ستتغير في لقائه المتوقع على إحدى القنوات الإخوانية؟ طبعا أنا أعتقد بأن اللقاء الليلة سيكون بمثابة إعادة إعطاء فرصة للسيد سلامة لإعادة مقاله في الإحاطة. لو خرج عن ما خرجت عن الإحاطة بصفة حرفية، وأنا أقصد بصفة حرفية، لأن الإحاطة خرجت خلاص أمام مجلس الأمن، فهو في حرج حقيقي الآن أو في اختبار حقيقي، إما سيعيد ما قاله في الإحاطة، أو إذا أراد المراوغة سيسيس الموضوع ويحاول بقدر الإمكان يخفف من وطأة بعض المصطلحات التي أثارت حفيظتهم. لكن أنا أتوقع بأن السيد غسان سلامة يعني من الشجاعة الكافية ومن إفائه بوظيفته سيقول نفس ما قال أو في الإحاطة، ولكن ربما سيقدم بعض الشروح التي ربما فيها بعض اللغط. جرائم غريان يقول لهم والله جرائم أنا قصدت به الطرفين، يقول لك والله استخدام المنشآت المدنية يقول لك والله قصدت بها الطرفين، لكن التحديد الجغرافي لمعتيقة وغريان إن لم يكن غسان سلامة الشجاعة الكافية لإعادتها اليوم في لقاء مع هذه المحطة فسيكون هناك إذن تتوقع أن يختار غسان سلامة مصطلحات ربما أكثر هدوءا أكثر دبلوماسية في لقائه الليلة على إحدى القنوات الإخوانية لمحاولة امتصاص غضب جماعات الإخوان المسلمين وحشدهم الميليشياوي الغاضب الذي وصل لتهديده ومطالبة بالخروج فورا. هو لما تراقب الكلمات اللي سبقت أو اللي لاحقت إحاطة السيد غسان سلامة من الدول في مجلس الأمن، سواء الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن أو الأعضاء الغير دائمين، أسوأ كلمة هي كلمة المجربي، هو كلمة مندوب السراج وليس مندوب ليبيا، هو مندوب صحيح. يعني كل الكلمات كانت بطريقة أو بأخرى تستخدم نفس المصطلحات اللي تستخدم فيها كل وسائل الإعلام الأجنبية، وهو توصيف الأسماء بأسماء الحقيقية وعدم نبذها بنفس. لكن المجربي أصر بأنه يقول قوات حفتر والقوات والاعتداء على طرابلس والحرب على طرابلس. وبالتالي أنا أرى بأن لن تذهب بدون ملاحظة هؤلاء الأعضاء. يعني المجربي ضرب مصداقيته الشخصية أمام تمثيل ليبيا أمام الأمم المتحدة وخاصة مجلس الأمن بصفة مباشرة ورئيسية، ويعلم الجميع الآن بأنه هو عبارة عن مندوب لحكومة ساقطة، حكومة ساقطة شرعيا وساقطة شعبيا، وبالتالي لن يكون لهذه الحكومة إلا اللحظات الأخيرة في صرف كل هذه الأموال على هؤلاء الشباب المغرر بهم وهذا بيت القصيد. الحرب في طرابلس الآن هي عبارة عن حرب ما تبقى من هذه الأموال التي لدى الرئاسي ولديه حرية التحكم فيها في الحرب،
والحرب أمام مؤسسة عسكرية متنوعة، أمام مؤسسة عسكرية يعني تنحاز إلى الوطن بشكل كبير، لها شعبية بشكل كبير بغض النظر على قياداتها، لكن الفكرة والمشروع له يعني قاعدة شعبية يمكن البناء عليها في محاولة تقديم المشروع الأكبر وهو الأمن والاستقرار في ليبيا. أنتقل ليرحب بي الأستاذ فوزي الحداد الكاتب الصحفي. أستاذ فوزي أهلا بك. أهلا وسهلا بك ومرحبا. حدثني عن قراءتك لإحاطة المبعوث الأممي غسان سلامة أمام مجلس الأمن. أولا طبعا تحية لك ولسماحة السالم وكل ضيوفك الأكارم، وبالتأكيد لجميع مشاهديك الأعزاء. في تصوري وإضافة أيضا لما قاله ضيوفك الكرام أن هذه الكلمة جاءت لحقيقة كاشفة أو أكثر على الأقل كلمات السيد سلامة كشفا للحال والواقع الليبي، كما كان فيها يعني جريئا إلى حد كبير في توصيف الوضع الراهن اللي تعيشه الآن الحالة الليبية أو جمود الحالة الليبية. وطبعا هذا ما ساهم في إغضاب بالذات الجماعة الإخوان ومن تحرك في العاصمة طرابلس، ما جعلهم يعني اليوم يستدعون السيد سلامة ويقدمون له مذكرة الاحتجاج. أعتقد أن فقدنا الاتصال مع الأستاذ فوزي الحداد الذي كان يقرأ أو يحلل كلمة أو إحاطة المبعوث الأممي غسان سلامة أمام مجلس الأمن. ننتقل الآن للأستاذ رضوان الفيتوري المحلل السياسي. أستاذ رضوان أهلا بك. يبدو أن أيضا الاتصال مع الأستاذ رضوان الفيتوري غير جاهز. طيب أعود إلى ضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ عصام التأجوري المحامي والناشط الحقوقي. سلامة أيضا في إحاطته الأخيرة للمرة الأولى هو يعترف باستخدام مطار معتيقة لأغراض عسكرية، كما طالب المجلس الرئاسي بضرورة الكف عن استخدامه لهذه الأغراض وحمله المسؤولية التي قد تنجم من أخطار تهدد حياة المدنيين هناك. لماذا الآن برأيك يتحدث سلامة عن مطار معتيقة تحديدا؟ هو الأبرز كما أكد الدكتور غسان سلامة من هذه بالتحديد، دعني أقول لك عندما يتحدث عن السلطات في طرابلس هنا بين هلالين، السلطات في طرابلس لأن مفهوم السلطة في المجتمع الدولي يعني في الأخير يخاطب العالم ولا يخاطب الليبيون، هو يخاطب ذلك العقل الذي يعي جيدا ما مفهوم القانون في مفهوم السلطة في القانون الدولي التي تقترن بأدواتها وهي بمفهوم السيادة وتتناغم معها، حيث أن ما يعرف بالسلطة في طرابلس بأنه الآن وقالها بصراحة ويفهم الأخوة في القانون الدولي أنه هذه السلطة لا تملك السيادة على جغرافيا المكان إلا بالعنف الذي تمارسه على هذه الأفراد. أي بمعنى في هذا الاستخدام هذا المصطلح في مواجهة ما يعرف بحكومة الوفاق هو تجريد مبدئي لشرعية دولية لم تنبثق عن السلطات المحلية التي شرعنت ما يعرف باتفاق الصخيرات بتضمين إعلان دستوري، ولكن هؤلاء الموجودين في بوستة وغيرها من وزراء ينتحلون صفة القائمين بالأعمال لأنهم لم يأتوا وفق الألية المعتبرة في اتفاق الصخيرات. التركيز على مطار معتيقة أيضا إضافة ردا على سؤالك، معتيقة لأن أصبح الشريان الحيوي التي أيضا يمس السيد غسان سلامة نفسه الذي لا زال يصر على البقاء على داخل التراب الليبي، وهو مطلع جيدا بأن هذا الأمر يهدد حتى عمل البعثة بهذه التصرفات الغير مسؤولة باستخدام مطار مدني وحيد أصبح في تلك المنطقة أو البقعة الجغرافية في أغراض عسكرية، مما يعزز أو يقلل قدرة أو فرصة البعثة على التحرك وإداء مهامها من داخل ليبي، وسيرغمها لو أصرت ولو تم الإصرار والاستمرار في استخدامه كمرفق عسكري سيتم بالتالي شرعا دوليا، لأن المجتمع يعني القوانين الدولية تنظم هذه الحالة. إذا كان لديك مصدر نيران وكان مكان يحدث لك وكان موقع المدنية مشاكل ويدخل في صراع، من حقك أنك أنت إيش ترد على إسكات مصدر هذه النيران. بالتالي هو قال صراحة ما دام أنت بتستخدم فيه، مع أنه عرج وقال والله وعلى القوات الجيش أن تقف عن استهدافي، ولكن طبعا معروف أن أنا سأقف أوريدي لما يتم يوقف استخدامه عسكريا. بالتالي أسبق تنويه والتحذير لما يعرف بالسلطات في طرابلس قبل أن يوجه كلامه في سياقه في الإحاطة. السيد غسان سلامة على فكرة كان دقيق، أو دكتور غسان سلامة سنختلف معه على فكرة ممكن في بعض المصطلحات أو غيرها،
في الأخير لأن الرجل يحاول أن يجمع رؤى المجتمع الدولي الذي لا يمكن قضية في العالم كله بأسره أجمع عليها، لا يوجد موقف دولي موحد، وبالتالي هو مسؤولية تاريخية أنك أنت تجي تقول أنا أمثل إرادة دولية وأنت ما فيش إرادة دولية أصلاً واضحة. بالتالي ستجد في كلماته بعض الأمور التي ممكن يحاول يغازل فيها أطراف دولية لها صوت داخل مجلس الأمن. بما في ذلك أين وجدت ذلك تحديدا؟ ما هي النقاط التي تعتقد أنها كانت ربما مغازلة لبعض الأطراف المعارضة للجيش دوليا؟ نعم أنا أقول لك صراحة عندما أتى على نقطة غريان تحديدا، يعني أنا أستطيع أن أعلن عن بعض الأمور التي ما زالت قيد التحقيق. قال بأنه لا زال البعثة تتأكد من مزاعم ما حصل في غريان. في الوقت أنا عايز جيدا أنك يا سيد غسان سلامة دكتور غسان سلامة أنا مشت البعثة لأغادي وروحت بعثة التحقيق متاعها وأنت تقريره في الخصوص، ويعرف كويس أن إلى الآن لم يصل إلى الأسرة، لم يبلغه، لم يعرف مكان الجرحى والأسرة. مع احترامي لطرف معين خرج وقال أنا استقبلته في مدينة الزاوية، وهذه مسؤولية على فكرة سيسأل عليها شهادة أمام القضاء الليبي. الدولة بإذن الله قائمة ثم قائمة وقائمة، شئنا أما بين أنا وغيري كل المتربصين هذه الدولة ستقوم يوم من الأيام، يكون عندها مؤسسة قضائية هي موجودة حاليا. من هو الطرف الذي تتحدث عنه؟ شاهد عيان أنا قال أعتقد مش عارف من مشان الزاوية شخصيات قالها للجنة التحقيق. لا خرج في وسائل الإعلام أنا عشان أذكر من الصفة وشفت تسليط عليه الضوء إعلاميا بأنه قال أنا التقيت بأسرى غريان في الوقت البعثة إلى الآن لم يتجاوب مع هذا الحشد الميليشياوي ولا سلطة حكومة الوفاق ولم يبينوا لها مكان تواجد هؤلاء الجرحى كدليل على أنهم أحياء وموجودين ويتم هناك تصفية جسدية لبعض منهم أو التنكيل بهم في داخل المستشفى وتم نقلهم إلى جهة غير معلومة. بالتالي هذه النقطة أنا أحسبها على الدكتور غسان سلامة، وممكن أتفهم أن ممكن يستخدمها كورقة لأنه في الأخير يرى في السياسة، يعني في الأخير سياسة العصا والجزرة، أنا لدي عليك ملفات، وهذا الأمر يتطلب منا أيضا نحن كداعمين لمشروع الدولة بذل الكثير من الجهد في الضغط باتجاه الكشف عن مثل هذا. طيب. عندما يتحدث غسان سلامة أيضا في إحاطته عن وصف الجيش بهذه الصفة القوات المسلحة وفي مرات وصفها بقوات حفتر، هل هي أيضا في إطار المشاملة؟ نفس الطريق. وكان يستطيع أن في دفتر إحاطة أن يسمي قوات حفتر أو قوات المؤسسة العسكرية، لكن لأنه هو يحاول المغازلة كما قلنا أو إرضاء الكل، لكنه في الفصل يعني القضايا الأساسية ليست قوات حفتر أو قوات الجيش، الفصل أردنا أو لم نرد هذه القوات منبثقة على القائد الأعلى لقوات الجيش اللي هو المجلس النواب قبل اتفاق الصخيرات، لا يمكن تسحب الشرعية المؤسسة العسكرية التي قبل اتفاق الصخيرات نالت شرعيتها ورتبها وقانونها العسكري، يعني أمرها محسوم، هو لا يستطيع عليه. الآن جاء اتفاق الصخيرات وقال أنقلوا هذه السلطة إلى تحت شرعية السلطة المدنية. الاتفاق التضمين حصل في التعديل السادس لهذا الاتفاق ويضع المؤسسة العسكرية تحت السلطة المدنية، لكن تحت من؟ رئيس ونائبين ويتم اختيارهم بالآلية المجرمة وليس هؤلاء. بالتالي غسان سلامة الدكتور يعني جيدا بأن ليست هذه السلطة المدنية وليس هذا الجيش الذي يقوده السيد فيصل راجع الذي يقتسم سلطة بصوت واحد في وقت اتفاق الصخيرات يقول بإجماع المجلس ويقول أنني قائد أعلى يوقف القرارات، فالمجتمع الدولي مش غافل في الكلام هذا ولا الدكتور غسان سلامة أنه سيلام غدا. الرجل دكتور، ثانيا هو يؤمن بنظريات كثيرة على فكرة في مسألة العقد الاجتماعي وبناء الدول، له كتب منشورة، يعني كأنك جبت واحد معلش في المصطلح العامي جبت غسان سلامة وقلت له العب في ملعبك. نحن عندنا مشكلة شرعية دستورية، عندنا إعلان دستوري تهلها الكثير بكثرة التعديلات، عندنا مسألة عقد اجتماعي ومشروع مصالحة كبير وفي صدع مجتمع كبير، الدكتور جاي راه يشتغل في ملعب هو كتب فيه الكثير وهذا مطروح موجود اللي بكي يطلع على هذا الكلام ستجدون ان الرجل جاي يشتغل في يعني كل البيئه اللي هو متوقعها تخيلها في حياته ونظرياته هو جاء اليوم لقاها يطبق في نظرياته موجود. طيب. من ضمنها نظريه العقد الاجتماعي الجديد نحو كتابه الشهير نحو عقد اجتماعي جديد الذي يؤمن بان التغيير ليس دائما بقانون او غيره، ممكن التغيير يكون من الشارع وقوى الناعمه او بالقوى المسلحه التي ممكن تفرض واقع يلائم بناء الدوله، وهكذا مفاهيم كثيره. فالدكتور الان يعني زي ما يقولوا ممكن نكون حظ لا نعلم ان كنا محظوظين او سنكون سيئين، لكن في الاخير الرجل الان في البيئه الليبيه هي اقرب للشغل اللي هو مشتغل عليه طول عمره في شغله الاكاديمي
طيب. وكان في خير إن شاء الله ربي قدمه لهالبلد يعني. بإذن الله. هنتقل الآن مجددا إلى الأستاذ فوزي الحداد الكاتب الصحفي. أستاذ فوزي هل أنت معي؟ لا. نعم معك. قبل أن أفقد الاتصال معك كنت تقيم أو تحلل إحاطة المبعوث الأممي غسان سلامة أمام مجلس الأمن، وأيضا كنت تتحدث عن أبرز النقاط التي ترى أنها أغضبت الإخوان المسلمين من؟ كنا نتكلم عن أن هذه الإحاطة بدأت يعني أكثر كشفا بإحاطاتها السابقة، مش بس للوضع المحلي الليبي، وإنما حتى كشف مجلس الأمن والأعضاء الدائمين أو غير الدائمين في مجلس الأمن عندما وجه لهم حديث مباشر عن مسؤوليتهم الكبيرة عن استمرار الصراع وعدم انتهاء الأزمة في ليبيا، حتى أنه عندما عرض بمشروع الهدنة اللي تحدث عنه واللي قال أنها ممكن تبدأ مع أول يوم من أيام عيد الأضحى المبارك، طالب ليس الاجتماع الأول اللي طالب به كان للقوى الدولية متداخلة في الأزمة الليبية، بعدين يجي اجتماع القوى الوطنية وطالب الجميع بالذات الفاعلين الأجانب بتحمل المسؤوليات تجاه الأزمة الليبية. هذا طبعا كلام كان واضح وكان صريح. الكشف آخر من الجانب المحلي واللي أزعج الكثيرين في طرابلس أكيد واللي ذكر جوانب منها ضيوفة الكرام، منه التنبيه على عدم استغلال مطار معتيقة وهو المنفذ الوحيد في طرابلس الكبرى في الأعمال العسكرية. هذا أمر أيضا أزعج المسؤولين. أيضا حديثه عن اعتقال واحتجاز اللاجئين اعتبرهم محتجزون خصوصا في المناطق القريبة من القتال، وأيضا ذكر مسؤولية حكومة الاتفاق عن مقتل عدد منهم في الأحداث اللي أدت في الشهر قبل الماضي اللي مات فيها حوالي 53 لاجئ، قال أن بعض منهم ماتوا برصاص الحرس، وكأن هؤلاء يعني مساجين خطيرين يتوجب تصفيتهم إلى حرس الهرب وليسوا مجرد لاجئين يعني. أشار إلى هذه النقطة أيضا بكل وضوح، كما أشار أيضا إلى رفضه لأي اسم موازي لمجلس النواب في العاصمة طرابلس، بالإضافة إلى المصطلحات اللي استخدمها والتي أيضا كانت سبب من هذا الانزعاج المتعلقة بتسميته للجيش الوطني الليبي وقرر أكثر من مرة، بينما في طرابلس تكلم عن قوات حكومة الوفاق. أعتقد أن هذا التوصيف يعني هذا مختصر بما ذكره يأتي كما ذكرت لك بكل وضوح وبكل تجرد. الحقيقة كنا نطالب بغسان من زمان أن يكون بهذا الوضوح، بل يكون واضح أكثر ويكشف الدول اللي بشكل سلبي في هاتك حظر التسليح إلى ليبيا. وأيضا نقطة مهمة أخرى ذكرها مهمة جدا تتعلق بجلب بعض العناصر الإرهابية من خارج البلد أو العناصر الإرهابية المتطرفة المولودة أيضا في البلد ومحاولة إضفاء الشرعية على بعض العناصر لتدخل إلى المعركة وتقاتل. طبعا هذا يشير إلى التقارير اللي ذكرت سابقا أيضا من قبل حتى الأمم المتحدة نفسها بأن هناك عناصر متطرفة انضمت إلى قوات حكومة الوفاق، ذكر هذا حتى بعض القادة الدوليين مثل بوتين اللي قال أن هناك بعض العناصر المتطرفة في إدلب يخشى أن تتسرب إلى ليبيا عن طريق تركيا، وهذا طبعا أمر لا يقوله أو لا يقوله رجل أحد الدول العظمى ودائمة العضوية في مجلس الأمن إلا إذا كان متأكد منه أو ربما هناك بالفعل معلومات مؤكده سوف تسفر عن تحويل ليبيا الى مات الارهابيين. وهذا ايضا اثاره سلامه، وهذا ايضا كان مزعج لحكومه طرابلس بالذات اننا بفعل ان تكون ليبيا مرتعا للمتطرفين والارهابيين من كل مكان. هذه الاشارات كلها كانت اشارات مزعجه كما اشرت قبل قليل، وهي ما دعت حكومه طرابلس ذكرتها احتجاج رسمية. لكني لا أتصور أن السيد غسان سلامة سوف يتفجع عن ما قاله خصوصا في اللقاء المجمع أن يجرى معه هذه الليلة في إحدى القنوات، ورجل دبلوماسي ومحنك ونعلم أنه سوف يقول أو سوف يكرر ما قاله وإن بصياغات أخرى يعني قد لا تهدد وجوده في العاصمة طرابلس. هو متمسك بأن يكون في العاصمة طرابلس في مقر الأمم المتحدة على الرغم من ان معظم اعضاء البعثه قد تم اجلاؤهم الى تونس. هذا بشكل عام قراءتنا في
ما قاله السيد سلامة. أما الدلالات طبعا فلها حديث آخر، خصوصا التركيز آمر أيضا التركيز على ما الكلام وجهه لأعضاء مجلس الأمن وعلى مسؤوليتها المباشرة لحل الأزمة الليبية، يعني وكأنها جابة مباشرة، يعني مقلب أنتم مسؤولين بالفعل على تخطيط الأزمة الليبية، لأنكم لا حميتوا قرار اللي أصدرته بحظر التسليح على ليبيا، ولا أطفتم التدخلات السلبية الأجنبية، ولا ساعدتم المبعوث الشخصي ويقصد نفسه على إيجاد لهذه الأزمة. دعا طبعا المجتمع الدولي بالتحرك لهذا الأمر، وإلا فإن الأمور سوف تتسع أكثر وسوف تصعب السيطرة عليها. أنتقل الآن للأستاذ رضوان الفيتوري المحلل السياسي. أستاذ رضوان أهلا بك. مرحبتين حضرتك ومتابعينك الكرام. أستاذ رضوان، برأيك لماذا أغضبت إحاطة المبعوث الأممي للإخوان المسلمين؟ اسمح لي دكتور، قبل لماذا احبطت، كيف كانت هذه الإحاطة ولماذا هذا التوقيت بالذات لو سمحت بثواني باختصار. طبعا الجيش يمشي بخطين متوازيين، الخط الميداني والخط السياسي، وهو لا يخفى على احد صاحب النفس الطويل، فكم صبر الجيش على الإحاطات المحبطة للسيد غسان سلامة، عشرات وعشرات الإحاطات التي كان يصف بها الجيش في الفرقاء المتنازعون، ويضع الجيش والإرهاب في كلتا الكفتين. الآن ماذا حصل يا دكتور؟ حصل أن المجتمع الدولي اقتنع بالكامل أن الجيش هو جهة شرعية وهي الوحيدة التي بإمكانها أن تحمي البلاد. إذن تغيرت النظرة الدولية للجيش، ومن ثم في تقرير حضرتك، في مقدمة حضرتك قلت تقرير إحاطة غسان سلامة الجريئة، هي يا دكتور هي انتصار لجيشنا أكثر مما هي جريئة. الرجل لا يملك الآن إلا أن يقول الحقيقة. إحاطة سلامة كانت انتصارا للجيش دوليا أو سياسيا؟ طبعا طبعا، هو تتويج لانتصاراته العسكرية، أيضا تتويج لانتصاراته السياسية. طيب أين وجدت ما يدلل على حديثك هذا أو تشخيصك هذا تحديدا في إحاطة سلامة؟ ما هي النقاط التي تعتقد فعلا أنها كانت انتصارا للجيش وقضيته؟ يعني اولا لكن دعني اكمل اخر نقطه، ان ليست جراءه من السيد غسان سلامه، ولكن الرجل الان لا يستطيع ان يراوغ اطلاقا. لماذا؟ الامور في غايه الوضوح، وشاهدنا مسرحيه قصف المستشفى الميداني، وارسلوا قبلها بيوم وكانوا متفائلين بقرار ادانه. واضح جدا ان الرجل وضع في خانه انه ليس بامكانه اطلاقا الا قول الحقيقه. النقاط عندما يذكر معيتيكا، عندما يذكر التدخلات الخارجية، عندما يذكر ارتباط حكومة الوفاق بالميليشيات، يعني يكاد غسان سلامة يتحول إلى أحد مناصري الجيش، رغم أن كلامه هو صحيح 100%، ويفترض أن يدلو بهذه الإحاطة منذ فترة، لكن لظروف معينة الجيش أثبت وجوده سياسيا وليس جراءة من غسان سلامة إطلاقا يا دكتور. الأمر الواقع فرض نفسه. الآن هذه الإحاطة أنا أعتبرها قفزة نوعية لبعثة الأمم المتحدة بالملف الليبي. هذه الإحاطة لها ما بعدها، لأن كل الإحاطات السابقة كانت تجانب الصواب تماما، جلها كان غسان سلامة يعتمد عن تقارير من مساعدين وقد يكون إخوان مسلمين ولا ندري ما هي مصادره. الآن تجلت الحقيقة تماما. أيضا مما أثار حفيظتهم، وبالأخص يعني رقم واحد، دعني أقول بلا مؤاخذة، السراج القاتل الذي سخر أموالنا لقتلنا يا دكتور.
هذا هو التعبير العادل والصحيح. أيضا رأيناه كيف بعد أن يأس تماما من المجتمع الدولي كيف هرع إلى تركيا وسلم، يعني الرجل لو بإمكانه أن يسلم كل أبواب ليبيا إلى تركيا أو قطر يعني ما يعجبش هذا. أيضا رأينا المشري، رأينا التهديدات المبطنة اليوم لغسان سلامة. أصلا دكتور يعني من أمتى هذوم الميليشيات يهددوا غسان سلامة؟ ما هو في تعرف يعني كان في ظاهر الأمر لسنوات وسنوات يكاد يكون يعني منحاز للسراج ومنحاز لهذه الميليشيات واجتماع معهم ودار الترتيبات الأمنية و الآن يهددوا فيه. لماذا؟ لأن قال كلمة هي الوصف الصحيح لما يحدث الآن في العاصمة. لذلك الرجل حريص على ألا يخسر مصداقيته أمام العالم، على ألا يخسر طموحه. لماذا؟ لأنه لو أتى بعبارات أخرى أو بأسلوبه القديم لكان كشف تماما. عموما أعتقد أن الأيام القادمة سوف نرى تقدم سياسي أكثر عسكري. هناك أخبار يعني تفيد منذ بضع ساعة أو ساعتين أن اجتماع القائد العام مع أمراء رؤساء الغرف الأمنية، غرف العمليات ورؤساء المحاور قد يكون يا دكتور الفرحة أزفت، قد يكون نحن على بعد سويعات أو يوم من أو يومين من فرحة الليبيين الكبرى بإذن الله. لكن أريد أن أعود إلى ضيفي هنا في الاستوديو المحامي والناشط الحقوقي الأستاذ عصام التجوري. أستاذ عصام، عدة نقاط ذكرتها قبل قليل وقلت أنها كانت النقاط الأهم في حاطة سلامة وربما تكون هي التي أغضبت الميليشيات من هذه الإحاطة وترجمت على هيئة مطالبة بضرورة إخلاء المقر، مقر البعثة الأممية في طرابلس فورا. الحديث عن رصد البعثة الأممية إلى حادثة إطلاق النار على مركز المهاجرين غير القانونيين في تجورة، وأيضا حديث سلامة أنه عدد من المهاجرين تعرضوا لإطلاق النار أثناء عملية القصف للمعسكر المجاور لمركز اللواء، وأيضا طالب بضرورة إطلاق سراح هؤلاء المحتجزين كما سماهم. برأيك هل يمكن اعتبار هذا التصريح أو هذه الإحاطة بمثابة الإقرار الأممي يمكن استخدامها أيضا قانونيا لمحاسبة المذنبين في المجلس الرئاسي؟ وأيضا تناول 50 جثة توفاهم الله في على شواطئ الخمس حيث تسيطر ما يعرف بسلطات طرابلس شكليا على تلك المنطقة، مما يؤكد أيضا إشارته لهذه النقطة أيضا بأن الهجرة غير الشرعية التي ما أتينا لندعم هذه السلطة في طرابلس وما قدمنا لها الدعم، و وحدة الحدود في الاتحاد الأوروبي صرفت الأموال، وعملية صوفيا قرار وأيد بقرار مجلس الأمن ودربت وأعطينا الزوارق، واكتشف أن هذه الزوارق تمنح للميليشيات أيضا ميليشيات وليست وحدات بحرية نظامية لمواجهة الهجرة واستخدمت لنقل المهاجرين. هذه كلها شواهد تؤكد بأن هذه السلطة تمارس الجريمة المنظمة وتمارس الانتهاكات بحق المهاجرين المستضعفين الغير قانونيين الذين دخلوا أراضي ليبيا كنقطة عبور وليس كنقطة وصول، وهم يستخدمون ابتزاز سياسيا هو لم يقل على فكرة. وهذه كانت أنا كنت أقرأ الإحاطة كنت أنتظر منه هو لوح لها وكانت أدق لو قالها، وهي ابتزاز المجتمع الدولي بملف الهجرة غير الشرعية. لأن لو حطيت سرد كامل لاجتماعات المجلس الرئاسي خاصة في البداية أول ما استقر في بوستة وكسب ولاءات المجموعات المسلحة هناك، المجتمع الدولي تم ماشي جاي عن نقطة واحدة الهجرة غير الشرعية. أول شيء جرى عنده وقع اتفاق مع إيطاليا، لأن هذا اللي كان الأساس اللي من ذهب وسمى هذه المجموعة وذهب للصخيرات وذهب لي كانت مشكلة الهجرة غير الشرعية. لازم نبقى حكومة تصبي على البوابة اللي في المغرب، هذه عندنا فيها مشكلة هجرة غير شرعية قلقتنا. أنتوا هنا تكملوا تحلوا مشكلة الإرهاب وفي الجنوب وفي الشرق، مبروك عليكم وكملوا مشواركم.
لكن احنا عندنا مشكله انيه، كان عنده مشكله تدفق هائل من المواجهه الشرعيه، فكان ملزمين انهم بيديروا اي اداه لهم بشيش يتخاطبوا معاه في ملف الهجره الشرعيه. الان هذه الاداه وظفت هذا الملف لابتزاز المجتمع الدولي، بل مارست انتهاكات في الوقت الذي مطلوب منها ان تحد من هذه الانتهاكات. وحنقولها باللغه الاخرى، نعم سيسالوا دوليا، لان على فكره ملف الهجره غير شرعيه الان شو اسمه هو بتاع اللي كان يقاتل الاسماء غريبه لا الله العم والاسماء الغريبه لا الله محمد صلى الله الدباشي لقب الال الدباشي محترمنا الال الدباشي كان يقاتل رسميا تحت صفوف ما يعرف بوزاره الداخليه التابعه لسلطه حكومه الوفاق ومطلوب دوليا، فاللي يصرف له في مرتبات شنو يقول عن قرارات مجلس الامن والدعم والتمويل بجميع صوره واشكاله. اذا هؤلاء الناس الان ملاحقين قضائيا امام الاتحاد الاوروبي. عارف اشكاليه وين يا دكتور ومتابعين؟ اشكاليه احنا مش قادرين ندخله على الملف هذا، لو دخلين عليه ملف هذا وكان عندنا وزاره معنيه بهذا الملف ملف الهجرة غير القانونية، الملف الملاحقات القضائية الدولية وسخرت لهم إمكانيات إبراهيم، هوش موضوع من الملايين، هو محدودة يعني يعني بيع كم مفخرة تو تحل تو تدير هالمشكلة دي. راك هذول كلهم مش قادرين يطلعوا حتى لتونس، مش قادرين تونس، هو قاعدين يشيلون أموال، ماشيين شايلين أموال وشايلين دنيا وهربوا، الأدلة واضحة أدلة واضحة وهدية قاعدة، لكن مش قادرين احنا نوصلوا للدول المتضرره اصحاب المصلحه ونجي الجمعيات الانسانيه اللي غادي نقول لها هاك الدليل وهاو فلوس دير بيه قضيه ومكتب محاماه وعاد يرفع ضد المطلوبين في ليبيا والمطلوبين عندك في هذه الجريمه. راهي امور واجده انحلت، بس انا الان الكلام هذا مش سر، داوينا كم مره في جلسات يعني محاوله حل الوضع في ليبيا وملاحقه المجرمين. الى الان هذا الملف كيف مغيب وليش المسؤول عندنا مستهتر به؟ ما فهمتش. إلى أن هؤلاء تحسم المعركة في طرابلس أن يوم غدا محسومة باتفاق بحسم عسكري، للأسف حنلقى هذول نموا دبشهم ومشوا الدول اللي هي تبيض في الأموال ويهمها أي مليار يخش عليها ولا أي 100 مليون وتعطيهم جنسية وتحصنهم ويقام نزول غادي في وقت اللي كان الملاحقة الآن وقتها ما حدش يشتغل على الملف هذا. فنعم أؤكد لك بأن نعم كلامك صحيح دكتور والمتابعين بأن هذه تدين هذه المجموعات تجيز ملاحقاتهم دوليا، وايضا سواء كان الفاعل المسؤول عنه مباشره او الغير مباشر اللي هو رئيسهم المباشر متمثلا الان في من سمى نفسه قائدا اعلى لهذه القوات منتحنا صفه القائد الاعلى للجيش الليبي، وهو اصلا منتحن لصفه عضو مجلس رئاسي لانه ليس هو العضو وفق الاتفاق سخيرات المدستر الان وفق الاعلان الدستوري. من ثم الملاحقة لا يوجد لديهم حصانة، تالي كان باب أنه يتم ملاحقتهم وإن شاء الله يسمعوا فينا المسؤولين اللي يملكوا قرار التحريك مثل هكذا ملفات أن يتعامل مع هذا الملف، يكفي جلوس وصمت وردود أفعال. يعني تعتقد فعلا دكتور عاطف أنه يمكن الاستناد إلى هذا الإقرار الأممي الآن لرفع قضايا على المجلس الرئاسي وحكومته والميليشيات التابعة لها بعد تورطها في العديد من الجرائم من بينها كما تحدث غسان سلامة جريمة بحق المهاجرين غير القانونيين؟ هو المسألة الأولوية لدينا على الأقل شخصيا هو القانون الليبي. المجلس الرئاسي لديه 23 إلى 24 حكم ضده بانتحال شخصية المشرع وانتحال شخصية الحكومة أو انتحال شخصية صفة. وانتحال صفة واضحة وصريحة. أولا يجب يعني هذه أحكام صادرة بالضبط، وهذا واضح بأن إقرار من القانون الليبي بأن هذا مغتصب للسلطة ومنتحل صفة لجهة، هذا غير القضايا اللي يمكن ترفع من داخل المجلس الرئاسي نفسه عبر الاتفاق السياسي، هو بأنه هو اخترق في أكثر من مناسب ولا زال يخترق مسألة آلية اتخاذ القرار وغيره 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 وغيره. نعتقد بأن المجتمع الدولي غير آبي بطريقة يعني غير ملتفت لمسألة القانون، لأن التجريم عندنا يعني قائمة طويلة من التجريم. بالمناسبة هناك كان على ذكر مسألة المجلس الرئاسي وشن طول يد المجلس الرئاسي في تقديم حتى حل لسواء الهجرة غير شرعية ولا استتباب الأمن. كان في دراسة قبل أربعة من 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 يعني من من بيت خبرة معروف في أمريكا بروكينج إنستيتيوت اللي هو يعطي في يعني في في توصيات لصانعي القرار في أمريكا وصانعي السياسة في أمريكا على المسألة الليبية، وكان هذا التقرير وصل إلى ما سمي بالسيتي بيست موديل سيكيورتي اللي هو الـ 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 الأمن المبني على المدن.
كان لدرجة بأن قبل 4/4 يعني قبل تحرك الجيش لطرابلس كان لدى الأمم المتحدة وصانعي القرار حتى في الولايات المتحدة الأمريكية بأنهم يجب أن يعملوا محليا، لأن المسألة توحيد الوطن قعدت صعبة المنال. في يوم تقديم هذه الدراسة وخروجها على الصحافة كان بأن الجيش تقدم إلى الجنوب وسيطر على الجنوب من الناحية الأمنية. تخيل يعني التوصيات في التقرير، عدلت هذه التوصيات في جلسة الاستماع للصحفيين والباحثين بأن الجيش الوطني الليبي بعد تقدمه إلى الجنوب، وذكروا بهذا تحديد آيين تريبولي، معناها بأنه ينظر إلى طرابلس وكأنها هي الخطوة الثانية، سيكون هذا التقرير غير ذي جدوى، لأن هناك قوة كبيرة بما تكفي أن يعني تعمل في الملف الأمني وتكون شريك قوي لدى المجتمع الدولي. وكان في تخبط واضح بأن أنا أعتقد بأن واللي شاركوا في التقرير ناس مش يعني فريدريك ويري اللي هو كاتب الشواطئ المحروقة عليه في ليبيا وكان يمشي ويجي، هو باحث في كارنيجي بيت خبرة آخر، جيفري فيلتمان اللي هو كان السفير سابق للشرق الأدنى مع هيلاري كلينتون وبعدين كان سفير في الأمم المتحدة، السيد ميزران باحث ليبي معروف في إيطاليا وكان إيطالي، كلهم أجمعوا على حاجة يعني مهمة جدا وكانت واضحة وصريحة بأن كل الكلام اللي نديروا فيه راهو ستيتس كو للي موجود الآن. لو استطاع الجيش الوطني الليبي بغض النظر على قيادته بغض النظر على توصيف الدولي تغيير هذا الأمر الواقع تغريب يعني تغيير الواقع الأمني على الأرض، سيكون لدينا شريك يجب الاعتماد عليه. وكان ملف الهجرة غير شرعية كان ملف صاخن جدا حتى في داخلنا، قالوا بأن نحن نتحدث عن الليبيين نحن نسين يعني الفئة المستضعفة الحقيقية على الشواطئ الليبية وهم، وبالتالي كان واضح وصريح المشاركين والباحثين المشاركين في هذا التقرير بأنه يجب الاعتماد على شريك قوي. قبل كان عندهم نظرة الشريك القوي اللي هو مصراتة زنتان بنغازي يعني مبنية على المدن، فتخيل المدن اللي حطوهم في التقرير هي المدن اللي في الغرب الليبي وكانت في الجنوب الليبي بعدين طلعوهن من 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 يعني من التوصيات الأخيرة. كانوا يعتبروا بين الشرق الليبي برقة بالكامل لديها نموذج أمني يمكن الاعتماد عليه في التمدد غربا وجنوبا، وبالتالي كان ذكرى واضح وصريح. هذه كلها انتصارات لمشروع مهم وهو مشروع الجيش الوطني الليبي. نحن الليبيين أنا أستغرب عند الآن كيف يمكن لبني آدم حتى ينتمي حتى ضيف في ليبيا حتى ما هو جنسية ليبية كيف يمكن له أن يفكر بدولة بدون جيش يحميها. رأوا الاصطلاحات هم توا يلعبوا به الاصطلاحات، نحن نذكره في 2014 كانوا يقولوا جيش النظام السابق، بعدين بعد ما هزم الأطراف التي كانت لديها السلاح في بنغازي وفي درنا هزمت بالكامل، قالوا نحن كنا متفقين على مسألة الجيش لكن مشكلته في القيادة. يعني الجيش اللي تبوه كان الجيش الموازي بتاع الدروع وكان الجيش بتاع الحرس الوطني ونموذج الحرس الوطني، كان هذا نموذجكم؟ لا، فرض عليكم نموذج جديد وهو النموذج الحقيقي بالبناء على القوة السابقة وهي قوة النظام السابق ولا سميها ما شئت، لكن عسكريين مهنيين يجب القيام بلملمة هذه المؤسسة للقيام على حماية الوطن. الآن مشكلتهم الوحيدة في القيادة. أستاذ فوز الحداد أعود إليك، هل أنت معي الآن؟ الكاتب الصحفي الأستاذ فوز الحداد، هل أنت في الاستماع؟ طيب أنتقل إلى الأستاذ رضوان الفيسوري. أستاذ رضوان، بعض المراقبين لفتهم أنه ربما يكون المبعوث الأممي غسان سلامة وكذلك بعض الممثلين للدول الكبرى لدى مجلس الأمن قد نزعوا ضمنيا اعترافهم بحكومة الوفاق واتفاق الصخيرات، هل تعتقد فعلا أنه هذا الأمر كان ملاحظا في الجلسة الأخيرة؟ نعم، وهناك عدة بوادر. يعني شوف حضرتك، بكل الحلقات السابقة كان يذكر مجلس الوفاق ويذكر فايز السراج بالاسم. الآن لم يذكر. يعني أعتقد أنه سمى غسان سلامة بسلطة الأمر الواقع، شيء من هذا القبيل. أعتقد لم يذكره لا من قريب ولا من بعيد، وهذه طبعا لها
دلالات. أيضا رأينا استقبال الدول الأوروبية له في زيارته الأخيرة، هذا الاستقبال الفاتر الباهت. رأينا كيف ملك المغرب رفض استقباله. يعني كل هذه المجتمع تدل على أن هناك بوادر لسحب هذا الاعتراف الذي أصلا تورط به الشعب الليبي وأيضا المجتمع الدولي. المجتمع الدولي تورط في هذا الاعتراف تماما، لأنه كان يرى أنه ممكن تكون دولة على يد المدعو فايز السراج أو حكومة الوفاق، لكن اتضح أن عصابات مافيا لمدة 4 سنوات أنتجت شرعنة هؤلاء اللصوص، أنتجت إهدار وسرقة المليارات، لم تبني حجر فوق حجر. إذن المجتمع الدولي بحاجة إلى شريك قوي على أرض الواقع يتعامل معه، يحافظ على المعاهدات والاتفاقات الدولية. أعتقد أن غسان سلامة الآن سوف يغير خطته وتعامله مع الملف الليبي تماما. إنه كان في السابق يا دكتور يعتمد على ركيزتين أساسيتين، أولا العيش المشترك، ثانيا الأمن بالتراضي. بمعنى العيش المشترك، هو لم يدرك أن لا يمكن أن يكون هناك تعايش بين القاعدة وبين الناس وبين الشعب الليبي، بين عصابات اللصوص وبين الليبيين، لأن هذه العصابات مستفيدة بالدرجة الأولى من هذا الوضع، لذلك لا يمكن أن تتخلى عن هذه الميزة. هذه واحدة. رقم اثنين، العيش المشترك. الرجل مقتنع تماما كان في السابق أن قد أجمع الجيش وهذه التشكيلات المسلحة في سلة سياسية تقود البلاد إلى مرحلة جديدة، ورأينا تلميحات في السابق غدانس ومغدانس، وأيضا اجتمع معهم وأضفى عليهم نوعا من الشرعية. لا يوجد يا دكتور أمن بالتراضي. أمن بالتراضي ماذا يعني؟ يعني عصابات تقاسموا البلاد، أنا أشعر التهريب وهذا شعور للهجرة وهذا شعور هذا ما هو معناه الأمن بالتراضي، وقد كان موجود في العاصمة، هو يعني أمن بالتراضي بين الميليشيات. لذلك لم نراهم يتقاتلون فيما بينهم، خلاص موسعين للغنائم. الآن أعتقد سياسة غسان سلامة تغيرت بالكامل. أعتقد سوف نشهد دعم سياسي وإعلامي من بعثة الأمم المتحدة غير مسبوق للجيش الوطني. طيب أعود إليك مجدداً أستاذ فوزي الحداد، هل أنت معي الآن؟ نعم معك. بعض القارئين إنجاز التعبير لإحاطة المبعوث الأممي غسان سلامة تحدثوا أنه ربما من خلال المصطلحات التي استخدمها سلامة في إحاطته هي تؤكد أن الرجل ربما نزع الاعتراف ضمنيا بحكومة الوفاق. هل تعتقد فعلا أنه هذا الأمر حاصل؟ يمكن استنتاجه أيضا من كلمات بعض الممثلين للدول الكبرى في مجلس الأمن؟ قد يكون هذا الأمر يعني إلى حد ما، لأنه لم يقل ذلك صراحة، ولكنه على الأقل يعني في هذه الإحاطة حاول أن ينحى منحة بين الطرفين. كما ذكرت لك في المداخلات الأولى، سمى الجيش باسم الجيش الوطني الليبي، وسمى الطرف الآخر قوات حكومة الوفاق، حتى أنه عندما تعرض للسراج ذكر أنه رئيس وزراء، لم يأتي على ذكر رئيس المجلس الرئاسي، هذه الصفة التي كان يذكرها سابقا. ربما يستشف من هذا رسالة ما من سيد سلامة إلى الأطراف في طرابلس أن مساعدة الأمم المتحدة وبالذات مبعوثها إلى ليبيا قد تتزعزع هذه المساعدة أو هذا الدعم في صورة استمرار الوضع الراهن بالذات الموجود في طرابلس، لأن سلامة يعلم أكثر من غيره كيف تغولت الميليشيات الموجودة في العاصمة، يعلم أيضا أكثر من غيره ما هو دور
المجلس الرئاسي او حتى التحكم بالذات في هذه المجموعات المسلحه التي اصبحت الان فقدت الان السيطره عليها تماما. الحقيقه ذكر انه في خلال الحرب التي اقيمت في شهر قبل اشهر قام ببعض الترتيبات الامنيه، ولكنه الان لمح الى الان يصعب القيام بمثل هذه الترتيبات الامنيه في ظل انتشار الميليشيات الحالي وفوضى السلاح المنتشره في العاصمه طرابلس. الحقيقه ان الوضع في غرب البلاد سيكون بالفعل يعني مرعبا كارثيا، لان السلاح الذي تدفق على هذه الميليشيات يصعب نزعه منها بكل تاكيد باي اتفاق سلمي ايا كان نوعه. ولهذا تعمد سلامة ان يذكر المجتمع الدولي بمهمته مره اخرى، وان يدعو بعد ان ذكر الهدنه الى اجتماع ضروري، اجتماع للبلدان المتدخله في الازمه الليبيه ومجلس الامن على وجه الخصوص، لان هذا هو الوحيد الذي يقدر في حال سكبت افواه المدافع ان يرتب نزع مثل هذه الاسلحه من ايدي الميليشيات، بغير ذلك يصعب. هذا الوضع الصعب اعتقد ان السلامة يشعر به تماما. وانا سمعت يعني قبل قليل الى جزء من اللقاء اللي اجرى السلامة عن احدى القنوات الفضائيه مع السيد سلامة، وتحدث عن استحاله الان على الاقل، او صعوبه، لم يقل استحاله، صعوبه اتفاق مجلس الامن على اي قرار بخصوص ليبيا، لان يعني الدول المعنيه في مجلس الامن تفضل ان لا يصدر اي قرار من مجلس الامن متعلق بالشان الليبي. قال ان هذا امر يعني كانه اصبح مبدا، مجلس الامن لا يريد ان يتخذ مثل هذا القرار، كما انه ذكر ان هناك انقسامات حاده بين اعضاء مجلس الامن، هذه الانقسامات تمنع اصدار حتى تصريح موحد تجاه ما يحدث في ليبيا. اذا هو الامم المتحده وفي شخص سلامة يبدو انه حسب بعض كلماته من اللقاء الان اللي توصلت الى الاستماع اليها انه يعمل وحده دون دعم كبير من مجلس الامن. هذا ما يحدث. حقيقه ان السيد سلامة كما ذكرت لك هو كان كاشف وصادق في هذه الاحاطه بالذات، وهي اكثر صدقا من احاطته السابقه لانه سمى كثير من الامور بمسمياتها. هذا ما جعل طبعا بعض الاطراف تغضب وتحاول. طيب هذه الاطراف الغاضبه استاذ فوزي لو سمحت لي، هذه التهديدات المباشرة التي تلقاها السلامة من قبل بعض الميليشيات المتواجدة في طرابلس، وأيضا مطالبتها له بالخروج مباشرة وفورا من العاصمة، برأيك كيف سيتعامل معها؟ هو قرر أن يظهر الإعلام في إحدى القنوات المحسوبة على هذه الميليشيات، ربما يخفف من وطأة الشحن الإعلامي اللي بدأ ضده هذه الفترة، واللي قد يؤدي إلى تركه العاصمة طرابلس، واللي يبدو حتى الآن مصر على البقاء فيها. لكنه طبعا تحركه هذا يأتي إيمانا منه بأن المجلس الرئاسي لا يسيطر تماما على هذه المجموعات المسلحة، وقد تقدم بالفعل هذه الميليشيات على أي عمل أحمق تجاه مقر الأمم المتحدة بشكل بأي شكل من الاشكال، خصوصا وقد انتقد في احاطته هذه المجموعات بخصوص عمليات الاختطاف اللي تحصل في طرابلس، وحتى اشار بالاسم من اختطاف احد المدراء، ايضا اشار الى احتجازها واعتقالها بهذا النص، اعتقالها للمهاجرين وقتلهم حتى اذا ما فكروا في الهرب، بل اشار الى ان هذه المجموعات المسلحه اتت بلاجئين جدد واعتقلتهم في نفس المكان اللي تعرض فيه القصف في اماكن اخرى قريبه من مواقع الاشتباكات. اعتقد هذا يغضب مباشره الجماعات المسلحه وليس فقط الموجودين في العاصمه طرابلس. هذا الامر طبعا اكيد يقلقه، وبالتاكيد هو يسعى من خلال حديث متوازن على القناة اللي ذكرت لك قبل قليل يحاول أن يعيد الأمور إلى نصابها قبل الإحاطة على أقل تقدير. أعود إليك دكتور عاطف الحسية، برأيك كيف سيتعامل غسان سلامة مع هذه التهديدات المباشرة التي تلقاها من الميليشيات في العاصمة؟
هو لو صنفنا نوع التهديدات، التهديدات جاء من يعني من جماعات متطرفه، يعني انا اعتقد بان اخيرا حتى صادق الغرياني وجه تهديد مباشر بان الامم المتحده غير مرحب بها، واصبح وكانه كعادته منفصلا عن الواقع يهدد ويتوعد ويتوعد يعني بعثه الامم المتحده والامم المتحده، ويتهمها بالانحياز مع في يعني لطرف الجيش. والتهديدات الاخرى اللي هي تهديدات يمكن للأمم المتحدة أن تقيم نوع التهديدات ومدى صدقية هذه التهديدات. في نظري سيد غسان سلامة، يعني أحد أهم نقاط القوة والتي أبقته لعند اليوم هو مسألة البقاء في ليبيا، ومسألة التشاور مع كل الأطراف والزيارات المتعددة. هو تميز به عن كوبلر وعن ليون وعن متري بأنه هو فعلا منفتح على الجميع بطريقة شجاعة. ربما أحيانا تختلط عليه الأمور، لكن كما يعني مهم بأن الواقع أصبح الآن يفرض نفسه كما تفضل سيد الفتوري بأن راه خلاص معش تقدر تدس اللي قاعدة موجودة الآن. التهديدات تقييم الأمن لها بالتأكيد البعثة الأمم المتحدة كما ذكر السيد فوزي، معروف بأن بعثة الأمم المتحدة في طرابلس كل اللي موجودين الآن أمنيين، وأعتقد عندهم ممثل سياسي واحد أو شخص واحد في المكتب السياسي الذي كلهم انتقلوا من طرابلس. يبدو بأن هناك تقييم للوضع الأمني، ربما هناك تهديد حقيقي على بعثة الأمم المتحدة وعلى السيد غسان سلامة نفسه. يعني الوصول وصلت هذه الجماعات وهذه الأطراف من الثقة من الوهم والثقة بالنفس الوهمي بأنهم يستطيعوا أن يعني هم ضربوا بإرادة الليبيين الحائد، ويوم من الأيام يعني هدوا مراكز الشرطة وهدوا المديريات واجتاحوا المعسكرات وخذوا الأسلحة في ايديهم. اعتقدوا يوم من الأيام بأن الليبيين عبارة عن إرادة انتهت بالكامل، هم سيحكمون سواء عن طريق المدينة التي هم يتحكمون فيها أو الفكر اللي يتحكموا فيه. اعتقد بانهم يعني هذه خطوه اخرى للوهم الاخر بانهم يمكن ان يرسموا سياسات الدول الاخرى سواء الداعمه لهم ولا الداعم. يعني صفه الغزل وال يعني ان صح التعبير والزواج الغريب اللي ما بين المجلس الرئاسي والصادق الغرياني والبقره وهيثم التجوري، غريب يعني مسخ غريب طلعنا فجاه في خلال يعني من أربعة يوم انتقال الجيش إلى طرابلس، أربعة في يومين حتى سيد الكيب خرج علينا. يبدو بأن هناك يا وحدة من اثنين، يا هناك قناعة راسخة من أن هناك هجمة جهوية ربما الآن خفت، يعني في الناس كانت خايفة تعتقد بأن برقة تهجم على طرابلس، لكن اكتشفوا أخيرا بأن في بعض العناصر انسحبت من هذا من هذا من هذا الخطاب. اكتشفوا اخيرا بانهم وظفوهم يعني اخر حاجه وظفوها وضحوا قدرات الليبيين الماليه، يعني الفلوس اللي موجودات في المصرف المركزي والارباح ولا الدخل اللي جنوه من بيع العمله الصعبه في القرارات تاع المجلس الرئاسي والكبير، من الرقابه عليهم؟ السؤال، هل يعتقد في ساذج في ليبيا يعتقد بان الحرب ما تبيش فلوس؟ يعني الحرب عبارة عن جهادك، كل واحد يطلع بسيف وعنده حصان في الحوش بيطلع يجاهد. لا، هناك حرب، والحرب تأكل من الأموال أكثر مما تأكل به السلم بمئات الأضعاف. والدليل 2.5 مليارين فقط صرفت للميليشيات في الأسبوع الأول من معركة تحرير طرابلس. أعتقد بأنها مربوطة حتى مسألة التحفيز، مسألة القرار اللي خرج الآن علي وهو تخفيض الضرائب. في نظري بأنه هو راه يعني سلاح ذو حدين، ربما ترى يعني نرى ردود فعل على شارع ليبي وهذا هذا هذا إيجابي، لكن في الحقيقة أعتقد بأن بدأ ينفذ مخزون دخل هذا القرار في المصرف المركزي، وهذه شكل خطير. يعني في ناس يقولوا صرفوا عند 10 مليار. سوف نخصص حلقات لمناقشة هذه القرارات الأخيرة التي تأخذ شكلا اقتصاديا، بيد أن الكثير يتحدث عن جانب لتمويل الحرب ربما من زاوية أخرى. أختم معك أستاذ عصام التجوري، لو كان لديك إضافة تفضل. هو المهم عندي لدي قبل أن نخرج، ودائما نقيم خطابات الآخرين، يعني يقولوا سفارة دولة الصين أو بعثة الأمم المتحدة أو بيان مجلس الأمن، يجب أن نحن أن زي ما نقولوا نتريس شوية على 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 أفعالنا. يعني دائما نعي بأننا ضمن قرية صغيرة
ولها معايير وضوابط إن أردت أن تتعايش فيها فلها معايير وضوابط ألا نتجاوزها وأن نحترمها وعلى رأسها باب حقوق الحريات وأيضا احترام القانون الدولي الإنساني. من ثم كلما زادت حرصك على أدائك في هذا الجانب ستجد أن أسهمك ترتفع عند عشاق الحرية على مستوى العالم سواء أقلام أو رواد سياسيين أيضا في مواجهة أيضا أصحاب المصالح الذين أيضا يريدون مكون أو سلطة ذات شكل رونق حضاري قريبة من الغرب تحترم حقوق الحرية. بالتالي يجب أن يتناغم هذا العمل حتى لا نخرج بعد ذلك لماذا السيد سلامة وقال لأن لماذا قال لأن هؤلاء ميليشياويين وأمعنوا في الانتهاكات وداروا زي ما يقولون ما قبلش ما يسطر عليهم. بالتالي نحن أيضا مطالبين برفع مستوى ومعايير الاعتناء بمجال حقوق الإنسان ومجال الحريات العامة والقانون الدولي الإنساني وأيضا على مستوى الخدمات وغيره حتى نقدم نموذج للعالم بأننا نعم نصير بقاطرة وطن تقودها القوات المسلحة العربية الليبية ووراءها وحدات خدمية وقيادات مجتمعية تعي وتؤمن بالفكرة وليست فقط مطية للوصول أو للتقرب والقفز على السلطة من بعض الأطراف التي تتملق وتتقرب دائما من أي طرف قوي على أرض الواقع ومن ثم بعد أن تصل إلى تلك السلطة ستمعن فسادا وإفسادا في الأرض كما حدث في مشروع ما يرى بحكومة الوفاق الوطني. هذا كان هناك من المطبلين له الكفاية من الجمال لهم ومن الكلام وحب الوطن ونقوا من ثم عندما وصلوا هم أول الفاسدين وهم هم القتلة وهم غيرهم. بدأناها من 2011 ومن قبل 2011 كلما يتغنوا ناس يعني زعما أنا ديما هنقولها بكرة سامحيني مانيش أقصد أشخاص بس قناعة ثمت أنا مستوى شخصي نعم. كل إنسان قطع روحه وطني واجد أنا نحطه تحت أربع خطوط. طيب شكرا ثم حسب بيكون معاه واضح هذه رسالة للمسؤولين أراهي ما تقولش غسان سلامة ولا المجتمع الدولي يدور فيها بدل ما تقولش يدور فيها ما تدرش انتهاك ما تمسش الحقوق والحريات ما حدش هيجي يشورك وحتقلت ما عندك ما يدير لك زي ما نقول بالأثر العامي نمشي عدل قال المصرية احتار عدوك فيه وسلامتك. شكرا جزيلا لك المحامي والناشط الحقوقي الأستاذ عصام التجوري كما أشكر أيضا الأكاديمي والمهتم بالشأن العام دكتور عاطف الحسية أشكر الكاتب الصحفي الأستاذ فوزي الحداد كما أشكر أيضا المحلل السياسي الأستاذ رضوان الفيتوري. مشاهدينا بذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من الحدث. في الختام تقبلوا تحيات معدها أحمد سالم تحياتي أحمد دقماطي في أمان الله.